كابتن شريف 0-0 زي نتيجة الشوط الأول بالظبط وضيع نقطتين. لا كسب نقطة بس جات لنا فرص. عايز الحقيقة؟ في أسباب طبعًا إن أنت ما كسبتش النهاردة. أسباب كبيرة يعني من أول الغيابات لحاجات كتير قوي. لعيبة بتنزل الملعب بقى لها فترة كبيرة جدًا. صلاح محسن، وليد سليمان، حتى حارس المرمى اضطريت ان انت تعمل تغيير فيه. في لعيبه كمان راجعه من الجزائر، من ماتشين الجزائر، في حاله اجهاد باين عليهم، اولهم عبد القادر طبعا. في لعيبه بتحاول تدي كل اللي عندها، بس المفهوم انك انت النهارده لما تاخد 3 نقاط في مباراه زي دي كان حطيت اول ستيبس او اول خطوه على الدوري العام. ايوه هتدي رساله لنفسك وللي حواليك ان الدوري للنادي الاهلي السنه دي وعندك الفرصه قائمه طبعا، انما انت بتتفرج على الشوط الثاني اختراقات واي كوره ان بتوين في ال 18 عندك خطوره بالغه جدا وانفرادات. حظ عاسر جدا للعيبه كريم مامو 2 هلال واحده ما تضيعش، يقابلها بتاعت محمد شريف البرستاو عملها له، دي اللي شكلهم يعني، دي من الفرص الخطيرة جدا اللي كانت موجودة. بس انت عندك 3-4 فرص محظوظ جدا فيهم ان انت الكرة دي ما دخلتش. ايوه انت عندك واحدة زيهم بالظبط ويمكن اقرب كمان انها في خط الستة في نص خط الستة جوه، ولازم تبقى باكتر قوة، لازم كانت تبقى اكتر تركيزا، لازم ما تزعلش يا شريف وانت خارج. انت خارج بس خارج النهارده باربع تجوال، لازم كنت تحرز واحد منهم بس يعني مش اكتر يعني. كان عندنا مقوله زمان دايما المدرب يقول لك انا مش عايز منك غير كوره واحده النهارده او كورتين من ادائك، فلو علاء وبلال واسامه وحضرتك بتلعب في الملعب كل واحد فينا هيدينا كورتين من اللي عنده نكسب 4-5، مش عايزين اكتر من كده. مش انما شكل الملعب النهارده بقفشه وربيعه ما يديلكش سيطرة على الملعب، ما يديلكش الاستحواذ الأكتر، ما يديلكش إنك أنت تحس إن أنت حاطط الفرقة زي ماتشات الملاكمة كده في الناحية التانية وأنت اللي بتلعب من على اليمين ومن على الشمال. يمكن وحيد النهاردة حاول يدي أكتر ما عنده، ولكنه برضو غيابات من الغيابات اللي هي بتخش في حالة تعويضية يعني. محمد هاني النهاردة مش موجود خالص، مش عشان محمد هاني وحش، لا انا طب خليني بس خلاص اقول لك على حاجه قبل محمد هاني. بس قبل محمد هاني حضرتك بتقول ان محمود وحيد بيلعب نتيجه غيابات. طبعا كابتن انا يعني مختلف في النقطه دي مع حضرتك. لو علي معلول مش على الدكه اقول ماشي، انما علي معلول يبقى على الدكه مع احترامي الوحيد، وحيد ادى لحد فتره معينه كنت محتاج تجدد الناحيه الشمال محمود وحيد، كان في كنت عايز تجديد. ده اللي قلناه قبل الماتش طالما انا معايا، اما انا مش انا دلوقتي مش مريح علي معلول، لو عايز اريح علي معلول ومش عايزه ماتش النهارده اطلعه بره السكور خالص. بره السكور طيب انا معايا علي معلول، ما تديش حاله تساؤل زي اللي انت بتعملها دلوقتي دي. بس كده بس كده. فده دي حاجه موجوده عند الجهاز الفني هناك، اللي انا قلت لك ايه ممكن تستخدمه في قبل المباراه، قلت لك 30 دقيقه ايوه 20 دقيقه في الاخر، واضح ان هو اوت اوف اوردر يعني مش مطلوب ان هو يبقى موجود. اوت اوف اوردر طلعه بره يا كابتن، ما دي بتاعته بقى هو. دي بتاعته هو والسكور شيت بتاعه هو بيتصرف فيها ماشي. واكيد هيتسأل يعني في ناس هتتكلم في ماشي في الموضوع ده. اي لعيب المفروض في النادي الاهلي لازم يكون عنده شخصيه النادي الاهلي، لازم يكون موجود في الملعب بيأدي الاداء السهل. يعني انا راجل النهارده هاف ديفندر في الملعب، لازم الكرة لما تجيلي اطلعها لواحد سليمة، بس مش انا هطلع الكرة سليمة وانا هعمل سلو باص وانا هفكر اعمل الزيادة ابين ان انا بقالي غيابات ابقى موجود. ايوه وعملها محمود وحيد كتير برضه النهارده، يقدر يعمل باص سليم كده ويفتح على طول. لازم الكرة تبقى سريعة، لازم التفكير يبقى اسرع. انت عندك غيابات في التفكير النهارده، بطء في تنفيذ التحركات كمان، بطء في تنفيذ الهجمة. اللعيبه قاعده مع بعض مش عارفين ثقه، ما عندهمش ثقه هيديني ولا مش هيديني. انت عارف انت بتبقى جاي لك الكوره حتى لما بيديني متاخر ثانيه او متاخر في التفكير،
او مش انا الاحسن، بس بيضطر يديني، بيحاول يعمل 1 2 حتى من لمسه واحده حاجه زي كده تترد عليك، بتبقى خطيره جدا، لان انت عندك غيابات نص ملعب بتاعك التامينيه مش موجوده. التجديدات اللي حصلت في الفرقه النهارده اساسها، الاساس بتاعها اذا كان قفشه فقد لعبه البلاي ميكر على فترات الماتش كله كورتين ثلاثه، ومحاولته زي وزي كل اللعيبه اللي هو اللونج باس اللونج باس اللونج باس، مش دي مش طريقه لعبه النادي الاهلي، انما الظروف هي اللي حتمت عليك النادي بشكلك كده النهارده. و حكايه انك لسه جاي من الجزائر وبقالك 48 ساعه وده 72 ساعه ولسه هتقابل ماتش زي ده يوم السبت، وعايزين يخلوك تلعب برضو يوم 25 ماتش تاني. فالتدوير والروتيشنز اللي هي هتبقى جوه الفرقه لا محتاجه لعيبه عندها الشخصيه وعندها الاستعداد البدني والذهني ان هي تلعب بان الدوري يخلص في مباراه في مكسب، النهارده يخلص وبكره يخلص وبعد بكره يخلص، عندك فرصه ذهبيه في 3 مباريات يخلص فيها الدوري. ده المفهوم الذهني اللي يبقى موجود عند اللعيبه، مش انا هكسب في اي وقت، لا انت ما بتلعبش، انت ما بتلعبش تقسيمه لو اتغلبتها ما يحصلش حاجه، لان مشاكل التقسيمه اللي احنا فيها دي دلوقتي ممكن نتغلب سهل جدا. النهارده 8 كور لفرقه البنك الاهلي اهداف محققه الحقيقه، ده تخلي اي حد يجي له شد اذا كان الشناوي جاله شد. بس الشناوي كان كمان الشناوي كان مضغوط عصبيا من بدايه المباراه، ما هو الراجل كمان الراجل انت مش متعود، احنا مش متعودين على كده، احنا لعبنا فرقه قد دي 10 مرات كسبناها 4 وتعادلنا 2-2 جوه وبره جايبين 6 جوان. النهارده انت بتلعب على هدف واحد، ما تجيب جول بتخلص الحكايه، تجيب جول الفرقه اللي قدامك بتفتح لها خطوط، انما زي ما كل الكباتن قالوا دول مقاسمين نفسهم 6 ورا وبيلعبوك باربعه، الاربعه اللي بيطلعوا عليك قدام دول كانوا هيحققوا فيك 4 اهداف محققه، لان هم ما لهمش ضغوط ما لهمش اي حاجه. ظروف المباراه سمحت لهم بالوجود ده النهارده بالشكل اللي انت شفته. فانت بتسالني راح منك النهارده 3 نقاط؟ لا، انت اخدت نقطه النهارده، وهي دي كره القدم، فيها تعادل فيها مكسب فيها كل حاجه، ولكن لازم كل لعيب يرجع مع نفسه كده ازاي يجيب نفسه بسرعه في ال 72 ساعه الجايين، ان يكون اكثر شراسه ويحمل شخصيه النادي الاهلي في الملعب.